بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو أبو بكر، حلقة جديدة من جوه الصيدلية، وأهلا بكل الناس اللي بتتفرج علينا وكل الناس اللي هتتفرج علينا برضه. النهاردة هنتكلم عن، زي ما انتم شايفين من الإعلان الفيديو كده، هنتكلم عن البروبلس. البروبلس دي بدأت يزيد الطلب عليها الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا. ناس كتير بتتكلم على إن هي بترفع المناعة، ناس كتير بتقول ملهاش دور، ناس كتير بتقول هي إيه أصلا البروبلس دي. فالنهاردة إحنا هنتكلم عن البروبلس دي ونديها حقها ونشوف ما لها وما عليها. انا عمرو بكر ودي جوه الصيدليه، ويلا بينا نبدا من جوه الصيدليه. البروبلس بالعربي اسمه العكبر، حاجه كده لزجه لونها بني مخضر، بينتجها النحل عن طريق ان هو بياخد عصاره الشجر ويبدا يخلطها مع شمع العسل. ده بيعمل ايه؟ بالنسبه للنحل بيستخدمها في ان هو في بناء الخليه، زي الطلاء كده من بره، بحيث انه يحميها. زي ايه بالطلاء من بره؟ عارف انت لما تاخد تم المحاره للبيت ومعجون والدهان، بالظبط نفس الكلام ده، بحيث ان هو يحميها من التشققات، يحميها من دخول اي حاجه. تاني حاجه، سبحان الله، في الحمايه، لو فرضا ان دخلت حشره او دخلت قارد مثلا زي الفار ولا حاجه، لو قعد وتعفن فهتكون دي مكان خام لنمو البكتيريا اللي النحل مش بيوافق عليها. بيجيبوا العكبر ده ويبداوا يلفوا الجثه بتاعه الفار دي، فده بيحميها، بيخليها كانها مش موجوده خالص. فاللفه دي بتفكركم بحاجه؟ بالظبط كده، اللفه دي بتفكركم بلفه قدماء المصريين للمميات، وده اللي فعلا ان العلماء اكتشفوه. اكتشفوا ان هم كانوا بيستخدموا العكبر ده في التحنيط وتحنيط الموميا. انا عارف اللي بيدور في دماغك دلوقتي وهقول لك عليه. انت زمانك بتقول وانت مجمعنا وجايبنا عشان تقول لنا ان هو كانوا بيستخدموه في التحنيط. لا بديك معلومه كده على الماشي. نازل يقول لك وانا مالي، انا ما انت بتحكي لي ليه دوره في التحنيط، انا مالي، انت بتضيع وقت ليه؟ دلوقتي هقول لك ليه في طلب كتير عليه قوي اليومين دول على البروبلس. رقم واحد، عكبر العسل او البروبلس مليان بحاجه اسمها الفلافونويدز البولي فينولز. دي بتعتبر من اقوى مضادات الاكسده اللي بتحمي الجسم واعضائه من هجمات البكتيريا والعدوى، وكمان بيحمي الجسم واعضائه من الشيخوخه نتيجه عوامل كتير جدا زي الشمس، زي المكيف، زي الحاجات. فبيبدا يحمي اصلا الاعضاء ان هي تدخل في مرحله الشيخوخه. من الاعضاء المهمه جدا عندك عضوين، اول حاجه الكبد، وزي ما احنا عارفين هو المسؤول ان هو ينظف الجسم من السموم. مع الوقت الكبد بيبدا يتعب، فالبروبلس من الحاجات اللي بتحمي الكبد وبتخلي الكبد قادر ان هو يصمد. تاني حاجه عندك اللي هو اكبر عضو في جسم الانسان وهو الجلد، فبيحمي الجلد كمان من الشيخوخه المبكره. تاني دور للبروبلس او العكبر ان هو بيساعد بشكل كبير جدا في التئام الجروح، علشان كده بيستخدم مع الحروق، وبيستخدم مع الجروح، بيستخدم مع الالسرز، الناس اللي عندهم الالسرز في قرح المعده، في قرح الفم المتكرره، الناس اللي بيجي لها قرح فم متكرره، العكبر من الحاجات المفيده جدا. كمان للناس اللي عندهم كولد سورز، الناس اللي بيطلع لهم عدوى الهربس بتجي لهم بعد فتره والتانيه، ليه؟ ان هو لما انت بتستخدمه او بتدهنه بيسرع عمليه الالتئام وبينشفها بشكل كبير جدا جدا جدا. يمكن من ساعه ما بدات الكورونا موجوده في حياتنا بدا مؤخرا يربطوا ما بين دوره ودور رفع المناعه، بس هو يمكن بيرفع المناعه لكن بشكل غير مباشر، عن طريق ان هو بيخلي جسمك محمي. فلما انت بتحمي الجسم سواء من عدوى البكتيريا والفيروسات، او ان انا بخلي اعضاء الجسم قويه ونشطه، فانا بشكل غير مباشر ببدا ارفع مناعه جسمي. غير انه البروبلس ده موجود في السوق على هيئه زيت، على هيئه حبوب، على هيئه كريمات، كمان على كبسولات، واحيانا بيكون مخلوط ومعمول في عسل ببروبلس كده زي الشراب. طيب هقول لكم على حاجه ظريفه قوي كده، لو انتم حابين هدور لكم على براند كويس نحطه، هقول لكم لو في لينك تشتروه اونلاين هحطه برده اللينك تحت في اول كومنت. لكن هقول لكم على طريقه مفيده جدا، انت دلوقتي ادخل على جوجل اكتب بروبلس، هيطلع لك ايه؟ يطلع لك اوبشنز تحت، يطلع لك كريم وزيت وبالسعر كمان. فانت ساعتها من غير ما تسال في الكومنت هو سعره كام، اجيبه منين، مش عارف ايه، انت ممكن لو كتبت بروبلس عادي بيطلع لك الاختيارات، بتشوفه موجود فين وموجود عليه بروموشن ولا لا، وموجود وسعره كام. لفته كده، حته كده على سن المعلقه. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. بيكم بنكبر وبدعمكم بنكمل، وبفضل الله سبحانه وتعالى بنكون احسن وافضل.